فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت إلى الدار التي فيها أطفال اللقطاء، نعم، فكفلت طفلة منهم وكان عمرها سنة، والآن قد بلغ عمرها 10 سنوات وأصبحت كفرد من الأسرة. يقول: لكن أتحرج من ناحية اختلاطها بأولادي وتحجبها عنهم. سؤالي يقول: قيل لي: لأجل الخروج من هذا الحرج فإن لزوجتك أن تشفط لها من حليبها وترضعها من ذلك 5 رضعات وتصبح ابنة لي من الرضاع. هذه فتوى خاطئة. هذا رضاع كبير، رضاع الكبير عند جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم ما يحرم، رضاع الكبير لا يحرم عند جماهير أهل العلم. هذه فتوى خاطئة. نعم.